أعزائي المشاهدين، أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات خاصة. منذ إعلان استقلالها في الرابع من شهر يوليو تموز من عام 1776، خاضت الولايات المتحدة الأمريكية العديد من الحروب في مختلف دول العالم. هذه الحروب أفقدت الولايات المتحدة آلاف البشر ومليارات الدولارات، فكان من الطبيعي أن يعلن وزير الدفاع الحالي لويد أوستن أن الحروب التقليدية استنفذت أمريكا وقد ولى عهدها. ضمن هذه الحلقة وحول هذا الموضوع سنناقش أربع محاور رئيسية: ما هي أهم الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه السنوات، وما دوافعها من الدخول في هذه الصراعات؟ ما الخسائر والديون التي تكبدتها الولايات المتحدة جراء هذه الحروب، وكيف أثر ذلك على علاقاتها الدولية؟ كيف صاغت حروب أمريكا في الخارج عقيدة حفظ الأمن داخل البلاد، وما هي العوامل التي أدت إلى استمرارية حرب أفغانستان وجعلها أطول حرب للولايات المتحدة الأمريكية؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها أرحب بضيفي في الاستوديو، مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور الناصر دريد. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. بداية، ما هي العوامل التي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية للدخول في هذا الكم من الحروب، وما هي أهم هذه الحروب؟ نعم، تحياتي، شكرا جزيلا للاستضافة. الحقيقة يمكن تقسيم الحروب في التاريخ الأمريكي إلى عدة أنواع أو عدة حروب. هناك الحروب التي كونت الولايات المتحدة أو الأمة الأمريكية، سواء حروب في الداخل، حروب أهلية، أو حروب مع الجيران، بالذات الجيران الإسبان أو الجيران الفرنسيين، وهذه الحروب كلها انتهت بالنتيجة بتشكيل الخريطة الأمريكية الحالية، بمعنى أنه لولا هذه الحروب ما كانت تشكلت أمريكا بالشكل الذي نعرفه اليوم. هذا النوع الأول. النوع الثاني، هناك حروب استعمارية خاضتها أمريكا، شأنها شأن كثير من الأمم الاستعمارية في القرن التاسع عشر، مثلا الحرب التي أخذت فيها كوبا في فترة، الحرب التي أخذت الفلبين في فترة معينة. عموما تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة يعني ليست كبيرة من ناحية الاستعمارية مثل بريطانيا، مثل فرنسا، مثل غيرها من الدول. هناك الحروب التي خيضت على المستوى الدولي خصوصا في القرن العشرين، وأعتقد أنه هذا ما يعني تقصد حضرتك أو يقصد البرنامج الآن، هي الحروب التي خيضت من أجل الأمن الدولي، أو وفق العقيدة الأمريكية ما يحافظ على الأمن الدولي، سواء الحربين العالميتين الأولى والثانية أو حروب كثيرة أخرى في المنطقة. أمريكا ترى نفسها اضطرت لخوضها في فترة أو لأخرى من أجل الحفاظ على ما يسمى بالأمن الدولي أو المصالح الأمريكية العليا أو الأمن القومي الأمريكي بشكل الأوسع. هذه الحروب أعتقد لويد أوستن الآن يتكلم عن مرحلة معينة على الولايات المتحدة أن تودعها كشعب وكعقلية وكرؤية، أنه إحنا من الآن فصاعدا نحن في مرحلة لابد أن نعترف فيها أنه لم نعد إحنا الدولة العظمى الأولى في العالم، ولم تعد قضية الأمن الدولي هي قضيتنا الأساسية، ينبغي أن تكون هي قضية كل العالم. يعني مثلا شفنا في آخر استجابة أمريكية لموضوع الأمن القومي هي قضية داعش. نعم. لما ظهرت لدينا داعش جاءت الولايات المتحدة ويفترض والعالم كله ينتظر من عندها أنها هي من تتزعم الحملة الدولية لكي تقضي على داعش. فكأنه لويد ستويل يقول كافي إلى هنا، لا ينبغي علينا أنه إحنا نحمل هذا العبء، حتى ولو كان عبء القيادة مو عبء المشاركة الوحيدة، حتى لو كان الآخرين معنا، على القيادة أن تكون جماعية، على الرؤية أن تكون جماعية، وهو نوع من محاولة إذا صح التعبير تشريك المجتمع الدولي في قضية الأمن القومي. نعم. بشكل أو بآخر. هل هناك أي سياق تاريخي أو سياسي دفع الولايات المتحدة إلى المشاركة في حروبها مؤخرا؟ يعني الحقيقة هي وضع الدولة العظمى هو وضع قد يعتقده الآخرين مزية، لكنه هو أيضا مأزق أو ديلما كما يقال باللغة الإنجليزية، أنك عندما تقول في الموقع الأول الآخرين ينتظرون منك دائما أنك أنت تلبي متطلبات الموقع الأول، وإلا ما معنى أن تكون في الموقع الأول؟ ينبغي عليك أنت أن تتصدى للخطر النازي عندما يظهر في العالم، ينبغي عليك أن تتصدى لخطر الإرهابي مثلا عندما يظهر، ينبغي عليك أن تتصدى لخطر، وهكذا. هذا الموقف أو هذا البوزيشن اللي موضوعه في أمريكا
هو بسبب الزعامة الدولية اقتصاديا ماديا عسكريا سكانيا علميا إلى آخره. كل هذا هو اللي يضع الولايات المتحدة أو وضع الولايات المتحدة سابقا في هذا، هذا هو الوضع اللي للمفارقة استنزف الولايات المتحدة بدل ما يجعلها في القمة كما يفترض. الآن الولايات المتحدة هناك إدراك، ربما أنا لا أريد أن أقول يعني شامل في الولايات المتحدة، لكن تعبير الوزير الأمريكي وزير الدفاع فيه إحساس بهذا الموضوع، أنه هل هذا الالتزام الدولي كان لصالح وضعنا وقوتنا أم أنه بالعكس أدى إلى استنزافنا بالتالي. فأيا تكن الجواب في هذا الموضوع، واضح أننا لم نعد راغبين على الأقل وربما قادرين على أداء هذا الدور. أي حروب؟ هل هناك حروب معينة خاضتها أمريكا كانت تمثل لها تهديدا حقيقيا؟ يعني أنا ممكن أكون الحرب العالمية الثانية بالذات كانت تهديد حقيقي وخطير جدا للأمن القومي ككل، للأمن العالمي عفوا، وللأمن القومي الأمريكي بشكل أو بآخر. هناك عقيدة كبيرة اجتاحت كل أوروبا في وقت النازية والفاشية وإلى آخره، وانتصرت عسكريا يعني تقريبا لولا الضربة الأخيرة اللي وجدت في الاتحاد السوفيتي في غزو الاتحاد السوفيتي كانت في حكم المنتصر. فهذا خطر وجودي كبير كان بالنسبة للأمريكان، وربما مخاطر أخرى أيضا لا تقل أهمية. لكن بشكل أو بآخر نحن رأينا مثلا في قضية 9/11 اللي صارت، عندما ظهر الخطر المتعلق بالإرهاب الاستجابة إلى كانت بشكل مختلف تماما عما كان ينبغي. يعني واضح جدا أن هناك فجوة كبيرة هائلة نفسية فكرية مشاعرية حضارية سميها ما شئت بين الشرق الأوسط أو بين العالم الإسلامي وبين الولايات المتحدة الأمريكية. خلقتها السياسات الأمريكية من جهة، وخلقتها الإخفاقات من عندنا من جهة أخرى منذ زمن طويل منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. تجلت هذه الإخفاقات أو عزت وجودها بالنتيجة في ضربة 9/11. الولايات المتحدة بدل ما يكون هناك وعي بالأزمة هذه وكيفية وضعها، وضعت حلول استسهالية ذات طبيعة عسكرية تتمثل أولا اذهبوا اغزوا أفغانستان، ثم اذهبوا اغزوا العراق، وبعدها سنتحول لكي نغزو المنطقة برمتها ونحاول أن نغيرها من الداخل، وكأنه هي أحجار دومينو أو كأنه صلصال احنا نصنع من عنده المزهرية ونصنع من عند إلى آخره. هذا لم يعني كان الفشل الذريع بهذا الموضوع دليل على أنه المقاربة كانت خاطئة والرؤية كانت غير سليمة والحلول لم تكن واضحة بهذا الشيء. نعم، منذ استقلال الولايات المتحدة والحروب التي خاضتها وخبرتها فيها، ما السياسات التي تغيرت على مر هذه العصور؟ يعني بالتأكيد الولايات المتحدة بداية الاستقلال كانت دولة بسيطة، كانت دولة ذات إمكانيات محدودة، مثل ما قلت حضرتك انشغلت كثيرا بالهم الداخلي وبناء الأمة الأمريكية، وظلت هذه الرؤية مسيطرة على الولايات المتحدة الأمريكية حتى الحرب العالمية الأولى، وفي الحرب بعد حتى بعد الحرب العالمية الأولى رجعت التقوقعات على نفسها. الرؤية الشاملة والشمولية والقيادة العالمية وكل هذا الكلام لم يظهر حقيقة في العقلية الأمريكية إلا بعد الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية فرضت إنهاء ما يسمى بسياسة العزلة وتفكير العزلة في العقل الأمريكي مرة وإلى الأبد. الفكر اللي أنتج مبدأ مونرو في وقتها أمريكا للأمريكيين وتعالوا خلنا نصنع، المفارقة أنه الآن أمريكا تعود مرة ثانية لنفس تلك الفترة العزلوية أو نفس الشعارات العزلوية لصح التعبير، مع مجيء ترامب ومجيء الترامبوية وسياسة لنجعل أمريكا عظيمة مرة ثانية، بيعود مرة ثانية ترامب إلى مبدأ العزلة. والمشكلة أنه هذه العزلة ليست بالاتفاق مع دول العالم، فدول العالم فجأة تجد نفسها في وضع أشبه بأب كبير كان يرعى أولاده، ثم هذا الأب قرر أن يختفي وخلص أنتوا خذوا بالكم من نفسكم أنا ما لي علاقة. فجأة على الأولاد أن ينتبهوا لأنفسهم، وهذا ما تقوم به أعتقد إلى حد كبير الآن أوروبا. أوروبا تحاول أن تبني قوة خاصة بها وإلى آخره، عسى أن تحمي نفسها من كثير من الطامعين بها وهم كثر في هذه المرحلة. كيف يمكن أن تؤثر هذه السياسة الجديدة على البلاد بشكل عام؟ أي بلاد؟ الأمريكا؟ على أمريكا طبعا، على الولايات المتحدة. يعني هو ما فيها شك أنه تاريخيا الأمم في حالة صعود وهبوط، يعني والذروة تصل للذروة ثم تبدأ مرحلة الهبوط. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني كثير من الأزمات، وأسوأ هذه الأزمات هي الأزمات المنافسة الخارجية التي لا أقول بأنها يعني خطيرة وستدمر أمريكا، لكن بالتأكيد هي تشكل تحديات. نعم. وهذه التحديات هي التي تصوغ الموقف الأمريكي الحالي. هناك الحقيقة سؤال ينبغي أن يطرح، هو هل ستكون أمريكا
بقدرة هذه التحديات وقدرة الأسئلة التي تطرحها أم ستظل في حالة تراجع وعدم قدرة على رؤية التحديات هذه؟ أنا الآن عندما أرى النخبة الأمريكية لا أشعر أبدا بأن هناك رؤية قادرة حقيقة على مجابهة هذه التحديات. عندما أرى أمامي مرشحين اثنين أحدهما يعج بالأكاذيب والافتراءات والتزوير مثل ترامب، ومرشح آخر لا يعرف أين بالضبط يجلس وأين بالضبط يقوم مثل بايدن، أشعر بأنه القدرة الأمريكية أكبر دولة في العالم. ها؟ وهي أكبر دولة في العالم، وهي في هذه المرحلة، المرحلة التي تتطلب من يستطيع أن يجيب على التحديات الحالية التي تواجهها أمريكا في مرحلة الهبوط. هذا أخطر شيء. يعني بريطانيا عندما هبطت من مرتبة الدولة العظمى الأولى إلى مرتبة الدولة الكبرى العادية، كان هناك قمم جالسين على الأرض يقودون هذا التحدي من أمثال تشرشل وويلسون وهيث وإلى آخره، واستطاعوا قيادة هذه الأمة وهي تنزل على الدرج بتؤدى وباحترام إلى أن أوصلوها لوضع الحالي أي كان هذا الوضع سواء جيد أو حسن. نفس الشيء بفرنسا، وجدت ديغول يقود. الآن عندما أرى أمريكا لا أجد من يستطيع أن يقوم بهذا الدور الذي يفترض به هو من يحتاج أن يقاد. يعني بايدن هو اللي يحتاج أحد يقوده الآن في هذا العمر الكبير وفي هذه المرحلة من عمره. فبالتالي أنا أعتقد أن أمريكا فعلا تواجه أزمة، وأزمة بنيوية، ولا أعرف إذا كانت ستستطيع أن تنتبه إلى هذه الأزمة الآن أم أنها غارقة في هذا الانقسام والصراع الحزبي الحالي.